السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا. أي كما العادة أشكر الجميع لمساندتي وتشجيعه، جميع الزملاء الأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. وسنواصل فيما يتعلق عروضنا بالولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية. وقلنا خلينا على عاتقنا أن نأخذ واحد الوظائف اللي هي متميزة في البداية الآن، والتي يستصغرها البعض أو ما عندش علم بها الطلبة. وعلى أي حال، فقد اليوم درنا عروض تتعلق بالولوج إلى أسلاك رجال القوات المساعدة، وشفنا في العرضين السابقين شفنا الولوج إلى سلك رجال القيادة، وكذلك شفنا الولوج إلى سلك المساعدين، والآن غنشوفو سلك ديال رجال الصف. ويدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم عن الأسلاك والدرجات التالية. كما قلنا، هو كينادنا رجال القيادة وسلك ديال المساعدين، ثم رجال الصف هو اللي غنتكلموا فيه دابا. وقلنا فيما يتعلق بسلك الصف، هو كيتم الولوج لهذا السلك بالشهادة والمباراة والأقدمية والخدمة والترقية والترتب والترقية في الترتب، انطلاقا من درجة مساعد من الطبقة الرابعة ضابط صف في القوات المساعدة. وكيتعينوا رجال الصف المقرر ديال المفتش العام للقوات المساعدة. وكما قلت في هذه العروض الأخيرة، أننا غنخرجوا على المألوف وغنبداو مرة نشوفوا الرواتب التي يتلقاها أو يتقاضاها هاد الموظفون. فمثلا هنا في رجال الصف قلنا المقدم، كاين المقدم الرئيس وكيتقاضى اجرا شهريا ابتداء من 3907.66. كذلك من بعد المقدم الرئيس كاين المقدم، وكيتقاضى بدوره اجرا ابتداء من 3524.69، وكيكون نجاح في التكوين المخزني للقوات المسلحة أو القوات المساعدة خلال مدة ديال 6 أشهر بمراكز التكوين للقوات المساعدة عبر المملكة بسلك رجال الصف القوات المساعدة. وكيتعين هاد رجال الصف المقرر للمفتش العام للقوات المساعدة. كما يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبنية التي ذكرناها سابقا، بناء على مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة. ويمكن كذلك أن يدمج جنود قواتنا المسلحة الملكية بصفة بدرجة تعادي درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. كما يمكن أن يقع أو يمكن أن يرج الأسلاك المبنية أو المترتبة.
إذا هذه هي مجموعات ديال ما يمكن للمترشح أو المترشح أن يرج سلك ديال إرجاء الصف. هذا واحد التعريف اللي ذكرنا. أما فيما يخص الشروط فهو ينبغي أن يكون المترشح أو المترشحة مغاربة مع مراعاة قروض الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية، وأن يكونوا ذو مروءة وأخلاق جنسية دون سوابق عدلية، كذلك أن يكون إذا كان مفتش من الطبقة الثالثة فهو عنده ضباط القوات المساعدة أن يبلغوا من العمر ما بين 18 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر، وأن لا تقل القامة ديالهم عن 1.70 متر دون انتعال أحذية وكذلك أن يكون مقبولا من طرف لجنة الانتخاب ومساعد من الطبقة الرابعة ضباط في صف القوات المساعدة أن يبلغوا من تمنتاش سنة على الأقل و23 سنة على الأكثر، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا، وأن تقل قامته كما قلنا 1.73 متر دون انتعال أحذية، وأن يكون مقبولا من طرف لجنة الانتقاء. لأن هذه مجموعة الشروط التي يجب توافرها في هذا المترشح أو المترشحة لاجتياز المباراة والولوج إلى سلك رجال الصف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أكون سعيدا بالتواصل معكم مجددا، وأدعوكم للمشاركة للاستمرار القناة، وبالتوفيق والنجاح.